وصفها جون راي في عام 1713: عدسة عمر، أهلا، هذا أنا. حمامة السمان رودي، أو بالترجمة الفعلية حمام السمان الأحمر، ظهر كمتشرد في فلوريدا وفي جنوب تكساس، ولكنه يسكن بشكل أساسي في الجزر الهندية الغربية أمريكا الوسطى والجنوبية، متسامح إلى حد كبير مع الموائل المضطربة والاستعمار البشري، أي أنه لا يتأثر بتأثير كبير قد يعرضه للانقراض. تختلف الذكور في رودي عن الإناث بتلوين ريش البالغين، وعادة ما تضع الأنثى بيضتين.